في إطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها إلى هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة بتجهيز وتعبئة وتوزيع أكثر من 1.5 مليون حصة غذائية بنصف الثمن من خلال منافذ الجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بجميع محافظات الجمهورية. ما تشيلش هم، صدقني انت عندنا تبقى الأهم. المصر هو ابن البلد، دي مصر بالنسبة له. حيث تم الإعداد والتجهيز الجيد للأصناف داخل العبوات لتقديمها إلى المواطنين للمساهمة في تلبية احتياجاتهم الأساسية من السلع الغذائية المختلفة من خلال تسيير أسطول من شاحنات النقل المجهزة لكافة المحافظات. ما تشيلش هم، صدقني انت عندنا تبقى الأهم. المصر هو ابن البلد، دي مصر بالنسبة له. وأعرب المواطنون عن اعتزازهم بالدور الوطني الذي تقوم به القوات المسلحة انطلاقا من مسؤوليتها الاجتماعية في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين خلال تداعيات الأزمة العالمية. احنا احسن من دول كتير خالص، وربنا يستر علينا، وربنا يخلينا رئيس، وربنا يخلي شعب مصر كله. وجميع الشعوب مضغوطة، جميع الشعوب اللي حوالينا كلها مضغوطة، مش احنا بس، والغلا في كل مكان. بس الشعب انا عايز بقول له اصبر، لان الصبر مفتاح فرج، مفتاح فرج. وباذن الله ربنا يعين السيسي ويعين البلد برضه. البلد الحمد لله في امان وعايشين في امان، ما كانش موجود الامان دوت. اغلى سيمه في الدنيا هي الامان، واحنا عايشين في امان الحمد لله. الحمد لله بناكل وبنشرب وماشيين في امان، وبيتنا بيروح ويجي بامان. الدنيا خير، فيها خير، بس عايزه شويه صبر من الشعب. ما دي ازمه عالميه، واحنا الحمد لله عايشين، والناس عايشه. الناس عايشه، ما فيش مشكله يعني. وبدليل ان الحاجه اهي موجوده اهي، والناس كلها ملمومه عليها. ايه حاجه رخيصه كويسه. في ناس كتير قوي يعني، في بلاد اجنبيه بشوفها في التلفزيون مش لاقيين الحاجات دي كلها. فاحنا بالنسبه لنا وبالنسبه اللي احنا فيه ده الحمد لله كويسين الحمد لله، وبنلاقي كل المنتجات في السوق. والله حاجه كويسه جدا من الدوله، بتوفر علينا حاجات كتير، وانا شايف ان الاسعار مناسبه للجميع يعني. وطبعا الاستمرار في حاجه زي كده كويس جدا. لا السعر جميل يعني، 50 جنيه وفيها حاجات تعدي ال 100 يعني، حاجات جميلة. وكتر خيركم على تعبكم وشقاكم واللي انتوا بتعملوه معانا بصراحة. واللي اتعمل في البلد دي ما اتعملش من 30 سنة، وأنا بشكر سيادتك، وربنا يخليك لينا وربنا يخليك لمصر. وتحيا مصر. تحيا مصر 100 مرة. تحيا مصر 100 مرة.